السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم حبينا نتكلموا على المناجر ولا منصب مناجر المنتخب الوطني. احنا نعرفوا باللي طرحت القضية هذه بشكل كبير، خاصة بعد ما تكلم بالماضي في القناة التلفزيونية الجزائرية وقال باللي لازم شرط أساسي للمناجر يكون نزيه ويعمل بالنية. وشيء آخر، منصب المناجر خلانا مع إضافة إلى تسيير الهوية الاتحادية خلانا نلعب مقابلة ودية واحدة وواحدة مع البنين. بطل إفريقيا يلعب مقابلة واحدة وواحدة ضد من؟ ضد البنين وفقط. وهذا اللي خلانا ما نشوفوش أندي ديلور اللي ما لعبش في الجزائر، خلاص يعني لما جاء الجزائر ما لعبش حتى في كأس إفريقيا مقابلات كثيرة، مش فنش كلاعب أساسي، وبالرحمة والعديد من اللاعبين من بينهم بن عيادة وشتي. الشيء الآخر، مناجير المنتخب الوطني، شروط مناجير المنتخب الوطني قالها بالماضي، لازم يخدم بالنية، يخدم بالنية ويكون ما يخدمش مصالحه الخاصة. هذا اللي ذرناها سابقا وسبونا الناس، وكان قنوات تلفزيونية قالوا علينا باللي رانا معجورين ويخلص فينا رورو. كي قلنا حذاري من مدان قلناها بالماضي، سبونا القنوات والله يسهل لكل حامك، لا نرجع للماضي. اذا من بين الشروط انه لازم يكون هذا المانجر يعرف يسير ولا محترف. هناك عديد من الاسماء اللي طرحتها الصحافة، من بينها رفيق صايفي، عنتر يحيى، ايضا أمين لابدي مناجير السابق لنادي بارادو اللي يخدم مع زرشي، اللي جابه زرشي وخلق له منصب نائب رئيس ولا نائب المناجير ولا مساعد المناجير. احنا نتكلموا واحد بواحد، هذه الأسماء اللي مرشحة، ممكن كاين أسماء أخرى ما نش عارفين، الأيام القادمة هي اللي عتجاوبنا على من هو المناجير، وتربص أكتوبر القادم هو اللي نعرفه به شكون المناجير المنتخب الوطني. لو نبداو بصانع ملحمه ام درمان عنتر يحيى. احنا الجزائر بلاد الرجال، ليش البلاد المنافقين؟ الرجال الجزائريين، صح ما قلت، الرجال الجزائريين رجال ما همش منافقين. هذا اللاعب الاسطوره، هذا بعد ما خرج في التقاعد ولا خرج من المنتخب الوطني ما بقاش مكتوب في الايدي، اقرا وعنده شهادات، وعنده شهاده في المانجمنت من ألمانيا، شهادة دولية في المانجمنت في ألمانيا في التسيير الرياضي. يعني هذا إنسان كستاتيو، يعني كلاعب دولي، لاعب كبير، لعب في كأس العالم، لعب في ألمانيا، لعب في فرنسا، لعب في إنتر دي ميلان، يعني لعب عنده لعب كان مرموقة، ومام حتى جزائري كل يحترموه، لاعب دولي سابق، لاعب قدم للجزائر، سجل هدف في التأهل إلى كأس العالم ملحمة أم درمان، لعب في أنوادي أوروبية، يعرف المستوى العالي، عنده شهادات دولية، شهادات عليا في التسيير في المانجمنت، يعني الشروط كامل تتوفر فيه. المشكلة مش في عنتر يحيى، عمرها لا تكون المشكلة في عنتر يحيى. أعطوكم احنا حاجة بالأدلة، باش تنجح، باش عندك فريق ينجح، لازمك جروب كامل يكون في مستوى عالي، من الإدارة، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، لاعبين، كل في مستوى عالي. احنا نفرضوا باللي لاعبين في مستوى عالي، وعندك مدرب مستوى عالي، وعنتر يحيى مناجير مستوى عالي، وش يخصك؟ يخصك اتحادية مستوى عالي. هذا نقطة الأولى، ما كانش عندنا مدرب مستوى عالي، عندنا مناجير مستوى عالي، وش يخص؟ اتحادية مش مستوى عالي، اتحادية هاوية ويعرفها العام والخاص. أيضا عنتر يحيى لو يجي ويخدم في المنتخب الوطني، ويكون عندنا نقص في لاعب، ولا عندنا لاعب بدا يكبر، ولا عندنا لاعب يخرج على التقاعد، ولا عندنا لاعب مستوى تاعو هبط، راح يشوف لاعبين من اوروبا، لاعبين شباب من اوروبا من المستوى العالي. وشكون اللي يأهلهم؟ شكون اللي يجري عليهم؟ يجري عليهم المانجر، بصح مع شكون؟ مع الاتحادية. كي تكون الاتحادية ما تبغيش البيناسيونو، وبينك الاتحادية هذه كرهة لكل ما هو جزائري مولود في أوروبا بالأدلة.
واش يكون؟ راح السيد يستقيل، راح يديميسيوني، لان الجو ما كانش بالماضي اوكي مدرب محترف. الاتحاديه ما عطاتنيش الا الظروف الملائمه، انا نبغي نجيب لاعبين، بصح الاتحاديه تقول لي نو. والباك وين يروحوا؟ ولا باك وين تروح؟ اذا خيار عن تريحية خيار صعب، بصح لازمته اتحاديه محترفه معاه، ولا تعطيه واش تعطيه؟ تعطيه لا كارت بلونش، وهذه صعيبه. لا كارت بلونش باش تعطيها لك، ولا الاتحاديه تعطيك البطاقه الكامله ليك باش تخدم براحه، غير انسى، هذه انسى. كون تخدم معانا وتجيب لي جوار تاع الباك، وي نعطوك لا كارت بلونش، اما باش ما تجيبش لي جوار تاع الباك وما تجيبش لي جوار تاع لا ماسيا، اذا ما نخليوكش تخدم. يعني خيار عنتر يحيى مليح، وخيار هو الصائب، هو الوحيد بالنسبة لي الصائب، بصح مستحيل في نفس الوقت. الخيار هذا مستحيل، لأن قلت ونعاود عنتر يحيى ما يخرجش مع الاتحادية، يعني ماهوش ضمن مشروع ولا ضمن أهداف الاتحادية الهاوية. شكون اللي يخرج على الاتحادية؟ كاين، خلينا أمين لابدي مش يخرج عليها، هو نتاعها أمين لابدي. انا شخصيا ما نقدرش نقول انه قدم البارادو ولا ما قدمش، انا واش يهمني هم المنتخب الوطني، المنتخب الوطني ماهوش بارادو، هذه داكور فيها، كل متفاهمين فيها، المنتخب الوطني ماهوش لاماسيا، المنتخب الوطني منتخب لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن، داخل وخارج الوطن منتخب لكل الجزائريين، ماهوش منتخب لجماعه معينه ولا لجماعه الباك ولا لاماسيا. امين لابدي نعرفوا بلي جابوا زتشي، جابوا حطوا، جابوا كان في بارادو، جابوا داروا في المنتخب الوطني وخلق له منصب لحد الساعة العلماء كامل حاروا فيه، منصب مساعد مانجر، منصب مساعد المانجر تاع مدان. إذا أمين لابدي ما عندوش خبرة إفريقية، ما يعرفش صراحة، إلا عطيناه ما ظلمناه، إلا عطيناه منصب كيما هذا كبير عليه وما يقدرلوش وظلمناه، تعطيه منصب مناجر صعيب، يعرف يروح يحلك اللاعبين فيفا، يعرف كيفاش يسافر مع اللاعب، مع يروح للنوادي الاوروبيه، يقنع لاعبين، يجيب مواهب، صعيب عليه وظلم، هذا يسموه ظلم، الى حطيناه في بلاصه خطيئه وكبير عليه، ظلم عليه، خليه مع زاتشي ولا يخلق له زاتشي منصب اخر، ولا غارد ماتريال، ولا امور اللوجستيكيه، هذيك شيء اخر، ولا يدخلوا في الاتحادية في البيرو فيديرال، ولا هذيك شيء آخر. هذا كأمين لابدي كمنصب يعطينا الفايدة، ما يعطينا حتى فايدة، لأن لو نحطوه رانا راح نظلمو الشخص هذا، ظلم، راح نظلموه، حاجة فوق الطاقة نتاعو. نروحو الرفيق صيفي، كاين ناس غيتسوق رفيق صيفي هو المناجر، رفيق صيفي يستاهلها يستاهلها. رفيق صيفي كلاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني، واحد ما ينكر هذا الشيء، مد للجزائر، مد للمنتخب الوطني، فرح الجزائريين، يعني دار اللي عليه، لعب في اوروبا، لعب مع المنتخب الوطني، انسان لاعب فنان، لاعب يعني ما عندي ما نشكر فيه كلاعب طوب، بصح ظلم ايضا لو نحطوا رفيق صيفي كمانجر للمنتخب الوطني، ظلم كبير. مانجر قلنا مش غير لاعب، لازمك شهادات، لازمك تكون مسير. رفيق صيفي ماهوش مسير، رفيق صيفي في المولوديه خدم كمساعد مدرب، اوكي ديرو في الستاف معاه بالماضي ما نورمال عادي، اما باش ديرو مانجر ظلم ليه هو، راك ظلمتو رفيق صيفي، راك ظلمتو اللي درتو مانجر. مانجر تحتاج واحد مسير، مسير محترف اقرا عليها، عنده شهادات عليا في المانجمنت في التسيير. رفيق صيفي ما عندوش الشيء هذا، ما عندوش هذه الشهادات، اذا تعيين رفيق صيفي هو ظلم في حد ذاته لرفيق صيفي. تعيين رفيق صيفي مانجر للمنتخب الوطني، عاود نكرر، هو ظلم للاعب مد الجزائر اسمه رفيق صيفي. اذا كخلاصه عامه نقولوا باللي المنصب المانجر منصب مهم، منصب المانجر بسببه صارت لنا العديد من المشاكل من ناحية التسيير،
من ناحيه المناجره اللي يخدموا مصالحهم الشخصيه كما قال السي بالماضي، قال باللي لازم المناجر يكون يخدم بالنيه وما يخدمش المصلحه تاعو، ولازم باش تكون مناجر لازم عندك شهادات وعندك كفاءه وعندك مستوى عالي في التسيير، في التسييره ما نحكيش مستوى عالي كلاعب. رفيق صايفي لاعب كبير وقدم اضافه للكره الجزائريه، بصح كتسيير ما عندوش الخبره وما عندوش الشهادات. امين لابدي ما عندوش الشهادات العليا وجابوا الا زاتشي، ما كناش نعرفوه حنا 4 سنين من اللور ما نعرفوش، هذا 3 سنين من اللور ما نعرفوش امين لابدي هذا، وقتها جاب بينو زاتشي جابوا معاه. اذا نعاود ونقول مدرب محترف لازمو مناجير محترف، والمناجير المحترف واش لازمو؟ لازمو اتحاديه محترفه، يتكاملوا سلسله تكمل بعضها، سلسله تكمل بعضها. عندك مدرب محترف وعندك مناجير محترف وعندك اتحاديه هاويه راح تمشي. ونعاود ونذكر باش الناس تتذكر مليح شكون تنقول، تصفيه كاس العالم والتاهل لكاس العالم ماهوش نفسه حصولك على كاس افريقيا. كاس العالم شيء وكاس افريقيا شيء وكاس العالم شيء اخر. باش نذكركم تصفيه كاس العالم اصعب 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 بمراحل انك تدي كاس افريقيا، وللبقيه حد وللحديث بقيه. ها جايه تصفيه كاس العالم وتشوفوا بعينيكم باللي كنا كي كنا نتكلموا ماناش غالطين. كاس العالم تختلف تماما على كاس افريقيا، تختلف تماما على كاس افريقيا. تصفيات كاس العالم في المنطقه الافريقيه تختلف تماما على كاس افريقيا، ويجي النهار واللي تبان. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.